متابعات نص الدنيا، متابعات نص الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ جالنا سؤال بيقول انا جالي عقد عمل بره وانا معايا حضانه اطفالي، هل ينفع ان انا اسافر بيهم او لا؟ ده اللي هنعرفه من المحامي نور استبال. هل يجوز ان انا اسافر باطفالها وهي في سن الحضانه؟ دوت طبعا بيتوقف على مدى العلاقه بين الطرفين، بين الاب والام. لو كان الاب سمح بحاجه زي كده مفيش مشكله، من حق الام ان هي تاخد اولادها وتسافر وتعيش بره، مفيش اي مشكله خالص. ولكن من حق طبعا الاب اللي هو رافض حاجه زي كده ان هو يمنع اولاده من السفر عن طريق اللجوء الى قاضي الامور الوقتيه، ويستصدر امر بمنع اولاده من السفر، ده من حقه تماما. طب لو رجعت الام تسترد الحضانه تاني؟ هي طبعا في حاله ان هي طبعا لو مشيت لوحدها، في حاله ان طبعا لو الاب منع اولاده من السفر، الام ممكن ان هي تسافر لوحدها، ما فيش اي مشكله خالص. بس كده الحضانه هتنتقل لام الام اللي هي جده الاولاد. ولو رجعت في اي وقت تاني في خلال بعد كده في خلال سن الحضانه، تلحق ان هي تسترد حضانه اولادها، ما فيش اي مشكله.